السلام عليكم. اليوم نروح الولاية نتاع تيزي وزو لنقف على الأشغال تاع التهيئة نتاع القطب السكني الجديد الذي راه قيد الأشغال ببلدية عزازقة، قطب بمنطقة إيملل. إذن هذا القطب الجديد اللي يحتوي على 4000 سكن، إذن راه جزء كبير منه يعني الأشغال انتهت به، والآن دخلنا في مرحلة تاع التهيئة الخارجية وتوصيلات نتاع المياه. نخليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم.